إذن دكتورة مواصلين في موضوعنا، عادة ما يرتبط نقص النمو لتأخر النمو لحتى الجنين كيزيد ونشوفه صغير يقول لك الأم ما كانتش تاكل، يعني الأكل تاعها ما كانش صحي، هل هذا الأمر عنده علاقة ولا لا؟ أكيد. أنا لما ما يجيني شوفي تأخر نمو نخاف من حاجة واحدة، تأخر ذهني المصاحب ولا التشوهات المصاحبة لمالفورماسيون اللي يجيو معاه، لي غان، القلب، المخ. انا لما ما يكونش كاين انا بيبي صغير ما يخوفنيش. صح مرات الام لما ما تاكلش تجيب دي بيتي بيبي، انا كنت نجيب دي بيتي بيبي ويكبروا لاباس بهم. دونك ان بيتي في صحه جيده ما يقلقنيش، يكبر ويطوال ويخشان وكاع واش حبيتي. او كونترير راح كنت مستنيه سؤال واحد اخر كيفاه يزيد. ايه باغ فوا باس ولا باغ فوا اوت. نظن كي قلنا كان كبير كنت تتجهوا للقيصري، نظن يساعدكم في الولاده الطبيعيه. سؤال رائع. اي بالي بيبي صغار واعرين في الولاده الطبيعيه، الا كوموت با راسو تلمو صغيور ما يطبعليش على عنق الرحم. ثانيا يكونوا فخاجيل ما يحملوناش الكونتراكسيون. مع العلم مع العلم حنبداو ولاده طبيعيه، بصح دون لا ماجوريتي ديك اثناء الولاده الطبيعيه يديروا لي مشكل، كيبقى قد الهكذا قد الكروفيتا ونشقى ونجبدو باغ سيزاريان. ثانيا لما يكون عندنا روتار دو كرواسونس اون جينيرال لاكوشمون بروغرامي، يعني اذا كان ستاغناسيون دو لا كرواسونس مبرمجه من قبل، اذا كانت مبرمجه ما يكونش فم الوالده واجد، ماشي ولاده طبيعيه، ماشي طلق طبيعي. دونك 80% ديكا يروح لنا عمليات قيصريه. تخيلي قوجة عمليه قيصريه وقوجة بلوك وقوجة ايكيب موتيفي على كيلو على كيلو. انا بالنسبه لي نسينا حاله اللي يكون فيها ثاني نقص النمو عادي وما يخوفنيش حاله التوأم. ايه لما يكون عندنا توأم اما في زوج يجيو ناقصين ولا توأم اللي واحد كبير واحد صغير. خير تحدثنا مره بلي واحد يقدر يتغذى على واحد، اون فوا يخرجوا لاباس بهم يقدروا يعيشوا لاباس بهم. في متابعه خاصه من بعد الولاده لهذا النوع من على حساب الوزن. على حساب الوزن اذا جا لنا الوزن 800 غرام 900 غرام هذا وزن صغير جدا. هنا لازمنا ماتيرنيتي نيفو 1، لازمنا كوفرز واسان. اما لما الوزن يكون فوق 1 كيلو يدمينا ما خافوش. تقريبا 1 كيلو يدمي وصاروا عندي بزاف حالات يسمعوا فيها لي مالادي ياولي يمدوا لا مامون تاعو اون جينيرال لا كوفوز ما يدخلليش على كونديسيون، ماشي تجيني الكابين وهي عندها 1 كيلو يدمي، ان غروسات يكون انا اللي تبعتها انا اللي عسيتها تعرف فيها.